السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخويا الكرام، النهاردة هقول لكم على نصيحة يعني أتجنب بيها أخطاء كتير جدا جدا عند كل الناس، يعني سواء عند الطبيب، عند الصيدلي، عند المريض، عند أهل المريض، عند كل الناس. بصوا يا جماعة، دلوقتي حصل عندي من شوية كده حاجة غريبة جدا. يعني هي مش غريبة، بتحصل كل يوم وبتحصل كل ساعة وبتحصل في كل الصيدليات وفي كل العيادات. المهم يعني جالي حد وقال لي بالله عليك خد بالك ومش عايز بدائل، وخد بالك من وانت بتصرف الروشتة وبتصرف العلاج، ولو عايز تتصل بحد تأكد منه اتصل، ولو عايز ترفعها على الفيس وتتأكد من الناس من العلاج ارفعها. حاجة غريبة جدا، يعني دي أول مرة تحصل. يعني ده الواحد مجرد ما بيمسك الروشتة كده لو بص فيها وما عرفش يقراها، بتبص تلاقي اللي قدامك بيقول لك طب بعد اذنك كده الروشتة ثانية، ياخدها يروح ماشي. ليه؟ يقول لك خلاص انت متردد مش عارف العلاج. يا عم طب ده نستنى، ده انا براجع العلاج، بس بشوف العلاج اللي عندي، بشوف الجرعات، بشوف كل حاجة، وانا واقف عشان اجري على الارفف اجيب العلاج وخلاص. لكن هو يعني الراجل ده كان غريب جدا النهارده يعني. فبيقول لي طب، انا قلت له طب ليه الكلام ده، يعني انا اول مره يحصل معايا كده. فبيقول لي والله يعني من يومين كده جبت علاج لوالدتي وكانت في كارثه كبيره. رحت اجيب العلاج والصيدلي او الشخص اللي واقف في الصيدليه قال لي بص روح اتاكد من جرعه العلاج دي الاول من الدكتور. فانا قلت له لا انت مش عارف تقراها او انت مش عارف تتصرف، طب هات انا راح اجيبها من صيدليه تانية. فروحت في صيدليه تانية وما شاء الله الدكتور اللي في الصيدليه اعطاني العلاج والدنيا تمام. فروحت وشكيت ان العلاج يعني برضه ممكن يكون فيه غلط، لان هو اعطاني العلاج وقال لي تاخد ازاي والكلام ده كله، كتب لي الجرعات وكل حاجه على الكرتونه الادويه. فالمهم حصل ايه؟ حصل ان في حد قاعد من الناس، طبعا الست تعبانه جدا وكاشفه وناس بقى حواليها كتير، في واحد قاعد يعني بيفهم في الادويه وراجل خبره يعني في الصيدليات. فقال له انت متاكد من الجرعات دي؟ قال له والله بتاع الصيدليه اللي كتبها والروشته اهي. فالراجل برضه مسك الروشته فقال له قال له ماشي، هو يعني الكلام الموجود على العلاج قريب من اللي موجود في الروشتة، بس يعني ايه في شك برضه، لان جرعة العلاج دي صعب ان السن الكبير ده ياخدها دلوقتي، مثلا زي الدكسة كده ما ينفعش حد يعني يكون مريض ضغط او سكر ياخدها بجرعات عالية بتعلي الضغط وبيبقى مش حلو لمريض السكر. فالمهم عشان ما نطولش الحلقه، الراجل قال له والله انا رحت الصيدليه الاولانيه قال لي روح اتاكد من الجرعات والكلام ده. فانا خدت الروشته ورحت قلت ده مش عارف اقراها ورحت عند واحد تاني. المهم يا جماعه، احنا بنلخص الكلام ده كله ليه بقى؟ هو الراجل طبعا في الاخر يعني خد العلاج وراح رجع للدكتور، والدكتور ايه ظبط العلاج وقال له الدنيا كده تمام ودي تاخد منها كذا وكذا، وطلع العيب عند الصيدلي. هو احنا مش بنقول ان العيب عند الدكتور ولا عند الصيدلي، يا جماعة سواء العيب عند الدكتور او عند الصيدلي، والله اللي بيشيل المسؤولية المريض. فاحنا في غنى عن الكلام ده، يعني كمرضى او اهل مرضى والله احنا في غنى عن الكلام ده. انت حضرتك تعمل ايه؟ سواء انت رايح مرافق للمريض او انت المريض، اطلب من الدكتور بالله عليك يا دكتور بعد اذن حضرتك لو سمحت من فضلك اكتب لي الروشتة بخط واضح، مش عشان انا اقراها واروح اجيبها من بره، لا انا هجيبها من مطرح ما حضرتك تقول لي، ولكن يعني انا عايز بس الروشتة اللي في الصيدليه يعرف يقراها. فهيقول لك لا هيعرف يقراها وهم فاهمين والدنيا. طب معلش يا دكتور، هي إيه جرعه دي ايه؟ العلاج ده اخده امتى؟ اتعرف بقى ان العلاج ده تاخده امتى وتحفظ انت وتكتب في ورقه معاك خارجيه. لو الدكتور اعترض على ان انت تقول له ايه اكتب بخط واضح والكلام ده وهو مش عايز يغير خطه، فاتعلم او اعرف من الدكتور الجرعات. كنت عامل حلقه المره اللي فاتت برضه عن الكلام ده،
اعرف من الدكتور الجرعه بتاع العلاج وصباحا ولا مساء بعد الاكل او قبل الاكل، عشان في بلاوي كوارث كتير جدا بتحصل بسبب الجرعات يا جماعه. ناخد بالنا كويس جدا من الكلام ده، ونصيحه لينا وليكم وللاطباء، ناخد بالنا من كتابه الروشتة وصرف العلاج. تمام، صحتكم يعني خليها كده مسؤوليه كبيره كده شويه، وصحه ابائكم واولادكم وامهاتكم وازواجكم خافوا عليها شوية يا جماعة. الصحة والله نعمة، مش حاجة كده نستهون بيها ونستهتر بيها. فطبعا يعني احنا من داخل الصيدلية بنعمل حلقات توعية وحلقات إرشادية وحلقات علاجية وحلقات عملية وحلقات الإسعافات الأولية. بنقول لكم راعوا ربنا في مرضاكم، راعوا ربنا في مرضاكم. لو كنت طبيب بتسمعني، راعي ربنا في مريضك، واكتب الروشتة كويس بخط واضح، وراعي ربنا في التحاليل والأشعة والأدوية، وانتوا عارفين الباقي. ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو. أول مرة تشاهدوا القناة يا ريت تعملوا فيها اشتراك عشان تستفيدوا بكل فيديوهاتنا، كل يوم فيديو على القناة، فيديو طبي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.